النكسة راه عاشوها العرب في 67 الله يهديك اش من نكسة دابا شوف نكسة كروية اي اي اش من نكسة كروية الفريق الوطني حنا درنا بعد واحد الاختيار اننا لعبنا فريق وطني محلي 100% مستا شوا قلنا غادي نعطيو الفرصه لهاد اللاعبين اختارينا وحنا عارفين بان المنتخبات اللي غادي نلعبوا معها وغادي تنافسنا وفي مقدمه الجزائر ندعو على سبعه ولا ثمانيه الجزائر الى بغيتي الى ما كتعرفش اللاعبين نقولهم لك لعبوا بالجول بنعياده وبالعمري وبليلي وبرايمي وبوجناح وبندبكه كان خصهم بحرز وايت بن ناصر هذا هو الفريق الاول ومصر كان خصوم صلاح ونيني وتونس حتى اللي لعب في مانشستر وداك الشيء 18 عام جابوه حنا درنا اختيار المردود نتاع الفريق الوطني في المباراه في المباراه تاع الدور الاول ما كانش فيها نقاش دوك على هذا تحليل في الكره خصو يكون يل ديبون بواحد الماتش الى درجة انني سمعت الكثير ان خص هذا الفريق هو اللي يمشي لكاس افريقيا وهذا واحد نقول له سير انت وسلعتك والفريق نتاعك الله يعاونك نعاونك سبحان الله لعبنا واحد الماتش خسرناه بضربات الجزاء مع فريق فيه 80% نتاع الفريق الوطني الاول ولات نكسه باش هاد والبارح كان هذا هو الفريق اللي خصو يمشي لكاس افريقيا وواحد نقول له والله اني كاع ما تجيش شوف فريق الوطني نهار الجزائر انا نقول لك لان علاش قبيله قلت لك راه كاينين واحد المجموعه هاد المعطيات كت مرتبطه بالمباراه اللاعبين تاع الفريق الوطني تاعنا ما قدروش يتحملوا الضغط نتاع المباراه وخلاهم خلاهم يلعبون نقولوا بواحد ميم با 30 ولا 40% نتاع المستوى نتاعو الزنيتي 15 عام وهو تيحبس في المغرب واش الزنيتي عمرو دار دوك جوج غلطات لا بالعكس الزنيتي في نفس السنه هاد العام كان وراء الفوز دراجة بكاس الكونفدرالية وجبد البينالتي بالرجل والبينالتي باليد يعني كاع داك الشيء وهذا هو الزنيتي ما يمكنش شي واحد يناقش الاخر ولكن الظروف عطات ذاك المستوى ورغم ذاك المستوى الفريق الوطني لعب 120 دقيقة بالتعادل زوج لزوج ملي تتوصل ضربات الجزاء <applause> وهاد ضربات الجزاء ما عندنا فيها زهر البركاوي ما في حياته ضيع ضربة جزاء ضيع هذاك النهار اش غادي تقول ومين كانوا وصلوا لضربات الجزاء في الكرة ولا بد واحد يضيع شيء سمي اللي بغيت ولكن ولا بد شنو هو والل... وشنو هو القانون ديال لعبه ضربه الجزاء خص اما هذا الفريق يضيع واما هذا الفريق يضيع مع الاسف احنا اللي ضيعنا البينالتي ولكن في مجمل المردود اللي كان بالعناصر الوطنيه انا بالنسبه لي مقبول جدا وهذا الشيء اليوم راه ماشي غير في البطوله العربيه البطوله البطوله العربيه راه الدوره سته ما عمرو هضر عليها شي حد المره قطر وشويه التلفزيون وداكشي تتمت راه سته دازو ما عمرو هضر عليهم تحت الان هاد اللعابه راه هما اللي كيسمحوا للفرق نتاعنا قول لي شحال ربحنا من تيتر هادي خمس سنين حسبهم لك كتعرفوا شكرا مع العام. مع هي ما عندناش العام اي مزيان المحلي و... <applause> مزيان ودينا دو فوا لو شال مزيان وهاد الناس نقولوا حنا كامل هادشي غير تصادفنا معاه كاين واحد الترتيب ديال البطوله البطوله في افريك كتصدروا الكاف والفيفا بالنقاط حنا الاولين دونك باش غادي نجيو نقولوا لهاد الناس هادي نتوما نكسه ما, ما يمكنش